بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأهل الكرام المستمعون الأعزاء، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. المجلس الكريم نهدى هذه الليلة إلى روح المرحوم فقيد الشباب السيد أحمد نجيب فحسكه نجيب والمرحومة فقيدة الصبا ليلى حيدر حيدر. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
وفؤادي رحل ربما يكون الابتلاء في الجسد
أشد وأمر من الابتلاء بالموت، لأن الإنسان إذا مات له عزيز وحزن عليه فإنه مع الأيام يبدد الحزن ويصبح نسيا منسيا، أيام تتوالى ويختفي الأثر لهذا الحزن. ولكن الإنسان إذا ابتلي بجسده، ابتلي بمرض ما، فإنه سوف يبقى يعاين الآلام والأوجاع والأحزان حتى يأتيه الأجل. وكم من أحبتنا وأعزائنا كانوا يتألمون ليلا ويصرخون ليلا لشدة المرض عليهم، ولكن عندما يرحلون عن الحياة الدنيا يترحم عليهم، الله يرحم فلان ارتاح من عذاب الدنيا ومن أمراض الدنيا وهموم الدنيا. وهذا ما يؤكده كلام النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول: إن في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده. وكثيرة هي أنواع البلاء والابتلاء والامتحان والاختبار للإنسان في الحياة الدنيا، منها ما يأخذ شكلا إيجابيا يراه الإنسان أنه إيجابي، ومنها ما يأخذ شكلا سلبيا ويراه أيضا صاحبه بأنه سلبي. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ولكننا أيها الأحبة، مع هذا البلاء والإلحاد الإلهي الرباني، فماذا يمكن لنا أن نصنع غير أن نتوجه بالتوبة والاستغفار وبالحمد لله سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وما كانت خلقة الحياة والموت إلا بلاء للإنسان. وهذا أيها الأحبة ما جرى على سيد الشهداء عليه السلام والإكرام في كربلاء، كربلاء التي جرت فيه الآلام والأحزان والاختبارات والمصائب، وحدث ما حدث هناك في يوم العاشر. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. باقية مدرسة سيد الشهداء لنتعزى من خلالها ولنخفف آلامنا وأحزاننا ومصائبنا من خلال مدرسة سيد الشهداء الحسين عليه السلام، ومن خلال هذه المصائب التي صبت على قلب سيد الشهداء وعلى قلب الحوراء زينب سلام الله تعالى عليها، وهي التي عندما نظرت إلى أخيها الحسين وهو على رمضاء كربلاء، وتنظر إلى أخيها أبي الفضل
وتراه مقطوع اليدين، وتنظر إلى أولادها تراهم مدرجين في الدماء على رضاء كربلاء، وتنظر الحوراء زينب إلى أخيها أبي عبد الله تراه مجزرين كالأضاحي على تراب نينوى. ومر الأعداء زينب، وزينب تنظر إلى هؤلاء بعيونها الدامعة بقلبها الحزين المبشوع. إلى من تتوجه أول زينب؟ توجهت نحو جدها رسول الله لتبثه الألم والشكاية والعزاء، وهو الذي كان يحمل الحسين بين يديه يقبله ويقول: حسين مثلي وأنا حسين، أحب الله من أحب حسين. نادت: يا جداه يا رسول يا ذو المعالي.
نمشي وتخلونا برا على الأكبر وعلى الثرى بالزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله تقبل منا أعمالنا اقضي حوائجنا يسر أمورنا شافي مرضانا ارفع السوء والبلاء عنا يا الله ربنا ارحم أمواتنا برحمتك الواسعة سيما من اجتمعنا من أجلهما وبسببهما خصص هذا المجلس الكريم لروح فقيد الشباب السيد أحمد نجيب وأصحاب نجيب والمرحومة فقيدة الصبا ليلى حيدر فحص لروحيهما ولأرواح أمواتهما ولأرواح أمواتنا ووالدينا وشهدائنا ولمن مات على الإيمان والهدى لهم منا ثواب ما قرأنا مع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.